والولود طبعا هي ما هي، هي إذا كانت ثيب نعم سيبين أنها ولود أو ليست ولود، لكن البكر نعم نعرف البكر أنها ولود من أمهاتها من جداتها، يعني أنهن في بعض النساء ما تلد إلا على واحد وخلاص، جدتها وأمها وقاربها كلهم اثنين واحد اثنين واحد، هذه ما هي بولود، لكن أو يغلب على الظن أنها ليست بولود، لكن ما شاء الله إذا رأينا أمها لها عندها 10 وجدتها 15 وإلى آخره هذه ولود. ها وهذه يعني خصلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني إيش مكاثر بكم، مكاثر بكم الأمم، هذا هو المعنى في هذا المقام. نعم.